أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلا جلالته المولى العلي القدير أن يمن على سمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق.